تبعي وانا اعلمهم الادب والاحترام والاخلاق. ما فيش احترام دل... يا عيال ايه ايه يا شهود يا معين ليلبوا 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 معنا عوائل هي ايش في معنا عوائل لازم يرقدون داخل الخيام وانتوا رجال ترقدوا فوق الحصى هي اين نرقد اي فوق الكري ايش اعرف على ايش الزرزر يعني امشي في طير لك من هنا يا امين اعطيني فرصه اتفاهم معاهم اوكي نو بروبلم تفضلي يا اخوتي الله يحفظكم لو سمحتم يعني احنا عوائل وما ينفعش ان احنا ننام مرقومات على الساحل لو هن خواتكم ما اعترضوا لهن شن هن ينامن جنب الناس ايوه صح كلامش واقعي بس احنا شليناهن وانتو شلوا لكم مالك امين عيب البنتك تعني بادب وخلاق مش زي ما بعض الناس اقوينا في كل قوفهم علينا شغل شغادي فوقهم شي رحنا هناك مالك نرقد يا اخي من رقود بالبحر من رقود فوق الصبا من رقود باي مكان دول اعتبرهم خواتنا ماشي ماشي انا شرقود بخيم يا اخي امشي شل شنطتك ها على جميع العائلات تفضلوا هنا للخيام يناموا خلنا العائلات مش الحاويات ايوه هكذا نسمع تقيله بالقوه اسمعها قوه امشي معنا كيف يا ابو الكرم والشهامه ونرقد الحين ايش رايك نرقد وسط الماء بعد ساعه يا اخي اي مكان هنا قسلك يا شباب اسمعوا انتم بتمسكوا الحراسه تمام بدلي انا جانا ملي 3 ساعات وتصحوني تمام عارف بتقولوا تعبانين ومنهكين لكن مش مشكله الوضع الان وضع استثنائي احنا لازم نتساعد مع بعض واي غلطه ممكن تودينا في 60 داهية يلا سيروا خذوا سلاحكم وتعالوا عشان تتوزعوا كل واحد في مكان وتنتبهوا لنا مآفئ ماتي يا مآفا مالك كذا قاسي كنت أقول لك أني بايك أم خيمة مأم حريم وما عجبتكش أم خيمته لا أقبلني بس بابك مأم حريم الله ينهن عليك لا إله إلا الله تقول يا مآفا أقول لا إله إلا الله صباحوا على خير وأنت من أهل الخير جنان ها بزن بطانيته الدفن بوكي 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 أتن أتن لأندي بطانية حقي لما قال لك تصبح على خير ما قال ليش تصبحين على خير إلا قالت تصبحوا على خير لي ولك أنا ما سمعتهاش كذا أنا سمعتها تقول تصبح على خير كنت أشك بكلمتين ما أفهم كذا بوكي بوكي جا لك كذا تا قليلة أدب تمرة تا بلا حياته وانت لما تتمادى مع أهاب محكي ما أقبتك شاني هنا ولا ما أقبتك ولا ما شاني حرمة أقول لك بطلي مجنون انت من عقلك واني وابا أنا مش جنان أنا اسمي شوية 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 اسمع لمسمى Thank you.